نقابه المحامين مش حزب سياسي، اسمعوني كويس يا اخوان، مش حزب سياسي، بمعنى انه مش مطلوب منها انها تتحرك بادوات الاحزاب السياسيه. لكن نقابه المحامين ايضا مش جمعيه خيريه ما بتتكلمش في اي حاجه تهم الوطن، لا احنا معنيين بشؤون الوطن، معنيين في كل قضايانا القوميه القوميه. يعني لما تبقى في قضيه ارهاب في مواجهه الدوله، في مواجهه مفاصلها، في مواجهه شعب بيخطفوا زملائكم في شمال سيناء محامين او قضاه او غيرهم او مواطنين عزل ويقتلوهم ويذبحوهم وينحروهم، لما تبقى الدوله في مواجهتهم احنا مع الدوله، مع الدوله ضد الارهاب وضد الارهابيين بكل الوسائل من غير خلاف من غير فضل. ولذلك مش هنخجل من ان احنا نقول هنا احنا معاكم. ايضا احنا مع حمايه الامن القومي المصري من العدوان اللي بيجري حواليه. النهارده الامه العربيه بتتعرض لصفقه من الضرب المنظم اللي بيشتغل النهارده على الارض لازم يفهم انه العراق بيقسموها علشان تضيع، سوريا بيحتلوها علشان تضيع، ليبيا بيقسموها علشان تضيع، اليمن بيقسموها علشان تضيع، بس دول فلسطين هيدخلوا فيها صفقة القرن ايضا عشان تضيع. ده كله مش هيضيع هذه البلدان فقط، ده هيضيع مصر كلها. ده مستهدف في مصر لما كل المنطقة المحيطة بمينا دي تتقسم وتتفتت وتتجزأ وتتضرب، يبقى مصر هي الهدف. لما ترامب يقعد مع رئيس الكيان الصهيوني ويقسموا فلسطين نقول لا يا أستاذ كرامب، لا يا أستاذ ترامب، لا يا أستاذ أيها الرئيس الأمريكي، اللي أنت عايز تحل مشاكلك على حسابنا، ده عنده انتخابات فبيشتغل على مشاعر اليهود الأمريكان، وجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي اللي أيضا عنده انتخابات وأيضا مزنوق في محاكمات وغيره وفي مخالفات مفروض أنه يقدم بشأنها، فيدخلنا في مزايدة بشأنها، فيلعب لعبة قذرة تضرب مصر وتضرب القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية يا أخوانا إحنا لينا ثوابت فيها، إحنا أصلا غير معترفين بأي اتفاقية جرت مع إسرائيل، غير معترفين، لا كامب ديفيد ولا مدريد ولا أوسلو ولا أي حد، ولا أيضا نقبل إنه حد يقول لنا أصل القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، لا شرقية ولا غربية، إحنا فلسطين بتاعتنا من البحر للنهر، من لبنان إلى مصر، دي فلسطين العربية. القدس اللي فيها المسجد الأقصى وفلسطين اللي فيها كنيسة قيامة وكنيسة المهد دي بتاعتنا، بتاعت الأمة العربية، لن نفرط فيها لا لإسرائيل ولا لدولة يهودية، مهما كان اللي واقف معاه، مهما كان اللي بيحميه، حتى لو كانت أمريكا، حتى لو كانت قوة عظمى، نحن نقول وسوف نظل نقول تسقط صفقة القرن، تسقط أمريكا، تسقط إسرائيل، تسقط تركيا وأردوغان. عاشت الأمة العربية وعاشت نقابة المحامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.